نطالب القوى النيابية بمزيد من الحوارات والتواصل لنزع فتيل أزمة شديدة ولتوفير أجواء إيجابية للحل تعيد حالة الاستقرار والانسجام في عمل مجلس النواب. إن تمسك كل طرف سياسي بقناعته وموقفه السياسي دون التشاور والحوار مع الأطراف الأخرى سيسهم في تزايد حالة الإرباك التي خيمت على المشهد السياسي في الأسابيع الأخيرة. ونؤكد على أن حسم وتسوية المواقف الخلافية السياسية لا بد أن يعتمد السياقات الدستورية والآليات الديمقراطية، فمن ينجح بكسب التأييد والتحشيد لمشروعه وفق سياقات وتقاليد العمل البرلماني له الحق برسم خريطة التغيير والإصلاح.